يواصل مهرجان القرية التراثية في منطقة رأس حيان الذي يأتي تزامنا مع احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، يواصل فعالياته بإقبال وتفاعل جماهيري كبير. نعم، وذلك لما يتضمنه المهرجان من فعاليات وبرامج وفرص متنوعة للاستمتاع بأجواء القرية التراثية وما تحتويه من مبان ومجسمات عمرانية تعكس مراحل مختلفة من تاريخ مملكة البحرين، وتأخذ الزائر لمحطات تاريخية مرتبطة بعبق الماضي. كما يشكل أو يشهد المهرجان فعاليات متنوعة للجمهور تجمع بين الماضي العريق والحاضر الجميل، كفعاليات الموروث البحريني والمعارض التاريخية والتراثية والفرق الشعبية والحرف اليدوية وعروض الفرقة الموسيقية للشرطة وسوق متنوع يضم المنتجات الشعبية والحديثة والمطاعم والمقاهي وبرامج تدريبية وترفيهية للأطفال. مدري من الله ولا